بعيداً عن روتين تسريحات الشعر بالمواسم السابقة، موضة الشتاء 2022 عم تحقق الإطلالة المتجددة والعصرية لكل سيدة، وهالشي من خلال قصات شعر نوعاً ما فينا نعتبرها عادية، ولكن قصة الغرة هي اللي عم تكون المميزة. عم تكون اللي مو عادية. يعني طبعاً هي يمكن الخطوة الأهم، قديش ممكن تكون قصة الغرة مناسبة لشكل الوجه. هذا اللي رح نحكي فيه اليوم مع مصفف الشعر محمد المزين اللي صار معنا بالاستوديو. صباح الخير محمد. صباح الخير. صباح الخير مروة كمان الموديل اللي معنا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم معنا لليوم. محمد، شفنا سنة الماضية أو الشتوية الماضية الغرة القصيرة كانت يعني كاسحة الصبايا كلياتهم غرة قصيرة. موضة شتاء 2022 كمان الغرة لسه هي الدارجة لسه لسه هي اللي ماشية. شو الغرة اللي دارجة؟ كمان القصيرة ولا لا؟ صار فينا نغير؟ هي القصيرة غالبا، يعني القصيرة أكثر شيء دارجة، كونها عم تكون حلوة على الوش وعم تجي بشكل تدريجي. تمام. يعني مدرجة، جاية بوزة، هي قصة بوزة بيقولوا لها. اوكي، ما أنا ستريت كثير؟ لا مو ستريت. بعدين الشعر؟ لا، مدرجة. لا، هلا ستريت بطلت، يعني ما عاد لها موضتها، هلا الموضة أكثر شيء هي القصيرة، بتجي مدرجة عندك مثلا حسب شكل الوجه. يا بتكون مبلشة من هون مثلا بشكل تدريجي لتحت. تمام. تصل بوزتها لهون، عندك لهون، عندك لهون، حسب كل حدا وشكل وشه وسماكة شعره. أهم شيء طبعا سماكة شعره. خلينا نحكي عن شكل الوجوه، هيك ونحن عم نحكي يعني الأشخاص اللي ممكن يكون وشهم عريض مثلا شوي بتروح معهم هي القصة. الوش العريض، لا هلا عندك الوش العريض بيجي من هون مثلا عريض او مثلا ضخم سمين. فبتقصي انت قصه قصيره مثلا غره بيطلع كثير كله ضخم كله ضخم، اي بيطلع. تمام. هيك هاجم الوش فمو ظابطه. تمام. ايه فتكون مثلا مدرجه فيها حركه حلوه على شكل طويل مثلا لهون. اوكي، منيح بيعطي شوية طول للوجه. تمام، وبيطلع كتير حلو عليها. أوكي. تمام. طب فينا نقول انه في وجه معين هو اللي كتير بتلبق له هاي الغرة القصيرة اللي احنا عم نحكي؟ تحديدا بدها جبين عريض. جبين عريض هي الغرة القصيرة. ايه بتلاقي في عالم جبين عريض، فالغرة القصيرة بتكون حلوة على الوجه، بتنعم الوجه وبتغطي الجبين. تمام. ما عاد يبين كتير عريض. فلهي الفكرة الناس صارت كتير تقصها وهي كتير حلوة عم تجي الغرة. بتجي مثلا هيك ما بتكون كتير سميكة، خفيفة. تماما خفيفة، ومبلشة هيك من هون وبشكل تدريجي بتنتهي هون مثلا. كل شكل وجه طبعا حسب كيف بدنا نسأله. هي الجبين العريض، هاي الجبين العريض. اوكي، طب الجبين الناس اللي جبينهم ضيق، خلينا اللي جبينهم ضيق لا ما بتناسب، بلا ما تعمليها بلا ما تمشي على الموضة خسرا، يعني بدها سيشوار كل يوم ويعني متعبة بشكل عام. اوكي، فبتتعبهم. هلا انت اما الجبين العريض نزلتها خلاص مشي الحال. يعني تمام، ذكرت شغلة كثير مهمة محمد. تفضلي. سيشواره قديش متعب؟ مرعب مو متعب، واذا ما كان الكوافير عن جد كثير بروفيشنال فهي بتطلع شيء واقفة، شيء كثير موديل قديم، هي اللي بتكون هيك يعني زيادة بومبي. تماما. فيعني هي الفكرة انه الصبايا اللي هلا عم يشوفونا وقاصين هي الغرة، كيف فيك تعطيهم هيك طريقة بسيطة تساعدهم ما يعملوا خطأ شائع وقت عم يسشوروها لهي الغرة بالبيت عم نحكي؟ هلا هي حصرا بدها ينضب الشعر كله. ينضب، ضل الغرة لحالها مشان يستحكموها، لأنه لما يحطوا فرشاة الليس مثلا ويسشوروها فهي عم تندمج هون. تمام. عم تطلع غلط، ما عم تطلع صح. وما يعطوها كثير بومبي لانه مثلا مقصوصه لهون، عم يعطوها بومبي هي عم تقصر اكثر. فعم يصير عندنا هذا الشكل اللي حكينا عليه هلا. تمام، فينا نحط سيشوار مثلا من فوق بلا الفرشاي لحتى فينا نحط سيشوار شعر ناعم مثل شعر الصبيه، بنشفه تنشيف. بس تنشيفه بنمشطها بالمشط بتلاقيها نزلت مع احلاها خلص. تمام. يعني اخذت شكلها الصح اذا مقصوصه صح طبعا. طيب. هي أكيد. بالمرتبة الأولى. اوكي، نحن حنبلش نطبق مع بعض هيك شيء عملي ونشوف كيف رح نقص الغرة للصبية يلي معنا. أول شيء خبرنا شو بيلبق لوشها أكثر؟ هلا هي بيلبق لوشها غرة تقريبا لهون. اوكي، مو قصيرة كثير وشها ناعم لأنه تقريبا لهون، وتكون مشفرة فيها موديل حلو كثير. إذا عملت ويف يلبق، إذا عملت ريس يلبق، إذا رفعت شعرها يلبق، تطلع موديلها حلو. تمام. أي شيء بيطلع كثير حلو عليها. هي احلى شيء بالغره انه شو ما كان موديل الشعر بتعطي حركه، يعني خلص هي الموديل. خلينا نبلش. يلا تكرمي. طبعا عم نقص على الناشف، هي الموضه اللي لها كذا سنه عن جد. ايه هي كثير دارجه، هي قص الستريت بالماكينه مثلا او صح.
بس لسه في ناس لليوم بترغب انه لا انا بدي يكون شعري مثلا مبلول او بتحسهم هيك بحسوا بيرتاحوا اكثر يعني على حسب. هلا جماعه علم الطاقه وهالقصص ما بيقبلوا الشعر ناشف ينقص لازم لا يكون أبداً مبلول أبداً لا. اصلا موسم الباذنجان وموسم اوكي حسب المواسم كمان القصص. راحوا الشعرات يا مروة. طبعا مروة اذا ماني غلطانة شعرها ستريت ما في طبقات هي هيك بالاساس ايه ستريت شعرها لا ما له طبقات. هي الغرة هلا موضة انها مع شعر ستريت ولا رجع قصص الديجرادي ومطبق وهيك؟ والله لا موضة موضة يعني هي ديجرادي والمطبق وهالقصص بطلت صار مشفر اكثر من قدام تمام ومن ورا ستريت اوكي يعني عم يكون اجمل بكثير. في ناس بيكون ضايق خلقهم يا محمد بيقرروا انه يفوتوا ويقصوا غرده لحالهم بالبيت. والله هي اخطاء شائعه كثير وانا عن جد صح؟ كثير كثير بصلح من وراء هالقصه يعني. يعني عن جد هي الغره تحديدا لا تتهوروا فيها لانه حتندموا. يعني انك تقصري شوي من شعرك تقولي ها اوكي بس تعملي غره بالبيت يعني هلا يوتيوب وشطاره على اليوتيوب وكيف بتقصري الغره بتقصري بدك وقت بلا يعني. بلا بدك وقت تتعلمي وتعرفي خصوصي اذا المقص نفسه اللي بنقص فيه الورق يعني مو الشعر. هلا شو عم نعمل محمد تشرح لنا شوي؟ هلا نحن عم نقصها مدرجه مثل ما حكينا اللي هي هلا دارجه اكثر شيء انه تكون مدرجه تمام يعني بشكل اخذتها نص بتروح مع اخذتها جنب بتروح مع اوكي يا باي جنب اخذتها واذا تركتها لقدام كمان كثير حلوه ومو قصيرة كثير كونه الصبية والشناعم يعني. إذا قصة الغرة القصيرة اللي هي دارجة بتخيل إنه رح يصير شكل وشها كثير صغير رح ياكل من وشها يعني ما عاد يبين وشها أبدا. لو هي حابة كمان مثلا إنه تقصر شعرها أكثر بنغير هون بشكل الغرة ولا ممكن يضل نفسه؟ لا بضل نفسه لأنه الغرة هي أول الوجه يعني واجهة الوجه تمام. كمان هي الغرة القصيرة اللي عم نحكي عليها آية كثير دارجة مع الشعر الكاري يعني عم نشوف بنات كثير عم بيقصوا شعرهم كاري ومع هي الغرة فعلا عم تطلع حتى كثير ضروري بالقص انه نحن نفرغها اذا كانت سميكة موديلها بيروح تمام وما عم تزبط بالسيشوار اما لما نشفرها مثلا او نفرغها بتلاقيها بتنزل كثير حلوة طي راسك شوي بالشكل ها نعيما مروة. اوكي خلينا هيك نشوف اللوك النهائي. خلي راسك لفوق شوي. يعني هلا اذا حدا حابب على السريع يطلع من البيت بينربط الشعر بتتنزل الغره بينعمل لها ضربه سيشوار ويلا خالصين. تمام نحن هلا عم نشوف تقريبا الشكل النهائي للغره نحن تقريبا وقتنا خلص. عندك الشكل هذا بالكليبس رفع عليك شعراتك محمد أساسية. خلينا شوف هيك غره هيك مثلا ندور شوي وش مروة على الكاميرا لحتى نشوفها اكثر سيدي بدك تطلعي على الكاميرا شكلها حلو وستايل كثير ولبقت لوشها فعلا ولبقت لوشها كونه وشها ناعم بضل وشها مبين تمام عرفتي كيف؟ تمام كثير حلوة الشو شكرا كثير شكرا لكم يعطيك الف عافيه يا محمد اهلا وسهلا فيك معنا لليوم واهلا وسهلا فيك يا مروه شكرا كثير لكم اهلا وسهلا